صباح صباح. انت مين ودخلت هنا ازاي؟ ازيك يا صباح؟ ايه مش فاكراني ولا ايه؟ صباح مين؟ انت مجنون؟ انا يلا يلا مش قبل ما خليهم يكتفوك ويسلموك للبوليس. وماله؟ اعملي كده؟ ما انا مش حرامي ولا خايف من حاجة وهربان من البوليس. لا انا بدور على مراتي وبنتي بقى لسنين. وانا مالي بدور عليهم في حتة تانية. اتغيرت قوي يا صباح. تحتقول لي صباح تاني؟ انا معرفش حد بالاسم ده. انا دكتورة شهيرة علام. وانا هتوقع عنك يا صباح. حد يتوقع عن مراته؟ انت عمي اللي من لحمي ودمي، محدش فيهم شال همي. وبعدين بقى امشي غور قبل ما اخليهم بجد يسلموك للبوليس. وماله يسلموني؟ ما انا مش هتعطى من هنا غير لما اعرف انت وصلت للهلومه اللي انت فيها دي ازاي. ما هو انت لغايه دلوقتي قدام ربنا لسه مراتي. ده انت بجد شكلك مجنون وانا حذرتك. يا جمعه يا نهار اسود رجب، امشي امشي دلوقتي. وانت عارفه ان انا رجب. بعدين مش وقته دي. ايه وجوزها؟ انت مش هترضى تخرب على بنتك. امشي. هي ايه اللي بنتي ولا جميله اللي بنتي ولا الاثنين بناتي؟ ولا انت كنت حامل في توأم اصلا؟ بعدين هشرح لك. بعدين فين؟ هو انا بعرف انقاكي؟ تعالى لي بعد يومين الساعه 12 بالليل هنا هستناك. امشي من مطرح ما جيت. امشي امشي. والله العظيم اتخذت موقف بقى المره دي. امك دي خلاص خلاص يا شريف، هنتكلم معاها. ماما. نعم. شفت يا طنط؟ شفت جوز بنتك البلطجي عمل فيا ايه؟ اروح بقى اعمل له محضر تبقى المعامله بالمثل. لا يا شريف خلاص معلش، اهدى نتكلم جوه. يلا انا عايزه افهم حاجه. ينفع كده؟ ينفع اللي بيحصل ده؟ هو احنا خلاص بقينا الملطشه بتاعتكم؟ مش كفايه كوشوا على الورث كله؟ خلاص بقى حد الدنيا ما تولعيهاش. قسما بالله العظيم يا طنط، انا لولا احترامي ليكي ما كنت جيت، كنت طلعت على الاسم على طول. بس عشان تعرفي ان كلمتك فوق راسي. روح يا شريف. تعالى يا شريف. حاضر. تعالى تعالى. حاضر. مين بقى الراجل كان واقف هنا ده؟ ده ديليفري كان جايب لي اوردر وغلط ورجعته. جايب لك ايه بالظبط؟ اصلا معوش حاجه يعني. تلاقيه بقى راكن الموتوسيكل بره الحاجه معاه الغلط يعني. موتوسيكل. تعال تعال نخش. يلا اتفضلي. استغفر الله العظيم يا فرحة. تلاقي المفتاح. طب هاتي ماما انا اشوفه. هاتي انا هشوفه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.